لحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. في هذا الفيديو هنجاوب على البنات اللي تسولوني تقول لي ما هو سر جمال شعريكي، ما هو سر جمال الشعر تاعي يا هذيك. سورتو انني دائما تنبان شعري، دايره ليه بوكلي، شعري دائما تنخليه بوكلي، تنخليه طبيعي، تندير ليه دي برودوي وداك الشيء، وتنحاول انني نختار دائما منتوجات يا هذيك ما فيهمش بزاف السيليكون، ما فيهمش البارابين، ما فيهمش السلفات، ما فيهم حتى شي حاجه قلال. المهم اللي ما كانش فيهم لي برودوي شيميك، ولا تنحاول ناخذهم ونشريهم منتوجات قليله وما فيهمش منتوجات كثيره فيها السيليكون، المنتوجات الكيماويه. المهم حباباتي اللي تسولوني تقولوا لي ما هو سر جمال شعرك، سر جمال هذا الشعر حبيباتي هي الصباغه الطبيعيه، هي الحناني والقلب الهاني. سر جمال شعري الحنه، ما تمشي حتى شي بلاصه بعيده غير الحنه حبيبتي. تنصبغ شعري بالحنه، تندير اختي الحنه تيمولات الخير، وتندير اختي قشور القرقاع تيمولات الخير، وتنخدم شي شويه بالانديغو تيمولات الخير باش نغطي شي شويه الشيب، لان الشيب بدا تينوض تيمولات الخير يا هذيك. وتنستعملوا مواد طبيعيه نتيمولات الخير، هاي الحنه تاع اللي جبت، وهاو مقشور القرقاع، هذا لومبالاج جديد وهذا لومبالاج القديم، ها هو هي هذيك. وتنخدم اختي بمنتوجات كلهم طبيعيين، تنخدم اختي بالصدر، فينا هو الصدر تاع هو الصدر، فينا هو ها هو الصدر حبيبتي، تنخدم بشعري تندير ليه الصدر يا هذيك. الصدر اشنا هو الصدر؟ هو الصدر هو هذيك النبته تاع الشجره تاع سميتها تاع النبق، عرفتوا النبق اللي تناكلو في المغرب؟ وراه هذه هي سميتو الشجره تاعو، هاد لا بودغ البودره تاع الصدر، لو سيدغ سميتو بالفرنسي لو سيدغ. المهم في صندوق الوصف غنخلي لكم فيديوهات اللي بغيتو تمشيو تشوفوهم على قبل الصباغه الطبيعيه. المهم انا وصفرت لا من قلت انا تنخدم قشور القرقاع، تنخدم بالانديكو، تنخدم باللاكاتام، تنخدم بالبراهمي، المهم تنخدم بقشور بالكركادي، وهاد لا بودغ حتى هي تاع غارونج اون بودغ هي هذيك. تندير الحلبه، تندير الحلبه لشعري، الحلبه حتى هي تترطب الشعر وتتقوي الشعر. تندير هاد لا بودغ، لا بودغ داموند، لا بودغ داموند، لا يربي لا بودغ داموند، لا بودغ دورونج، بودره الليموني، هي تنخدم بها شعري. تندير البنات شحال من حاجه، شحال من حاجه، شحال من حاجه. تندير سميتو هذاك سميتها يا ربي هذه الحلبه تنخدم بالحلبه حتى هي، حتى هي تتقوي الشعر وتخلي الشعر ينبت دغيا هي هذيك. المهم تنخدم بزاف الحوايج البنات، بزاف الحوايج، نحاول نخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف. تنخدم بهذا ناغارموت حتى هي سيستيمي لي شيفو، وسميتو بوريفيونط ابيزونط بالنسبه للبنات اللي عندهم القشره وداك الشيء، هاد ناغارموت نعاود نوريها لكم، ناغارموت حتى هي زينه. بالنسبه للبنات حباباتي اللي تيسولوني دائما على قبل شعري كيفاش تندير ليه، البنات والله ما نخبي عليكم حتى شي حاجه، شعري سميتو تقريبا شي عام وشي حاجه دابا ما بقيتش نخدم بلا كولوراسيون شيميك اللي تلقاوها في سوبر مارشي. تنخلط انا وتنغطي الشيب بطريقتي الخاصه هي هذيك، وتندير شحال من حاجه في القناه عديها طلعوا الفوق، وغتلقاو في البلاي ليست بزاف الفيديوهات على الحناني والقلب الهاني. وفي صندوق الوصف غنخلي لكم الوصفات، راه تيكون عندي بعد نوبات شي شيبات، غير دابا ما هيبانوش، دابا ما هيبانوش. المهم الصباغه الطبيعيه زوينه، تتخلطي عطا الله ما ديري بالصباغه الطبيعيه. والبنات اللي تقول لك لا الحنه تتحرش، هنجاوبك وهنقول لك راكي ما فهمتي والو، عرفتي الحنه الحناني والقلب الهاني، الحناني والقلب الهاني،
راه تتوقف الشعر، ولكن اللي درتي شي حويجات تتخلي الشعر يرطب. الحنة حبيبتي زينة الشعر، الحنة تتعطيك واحد لون شعرك، تتغطي لك الشيب اللي عرفتي تخلطيها. راه خاصك غير تعرفي اش ديري مع الحنة، فهمتيني؟ خاصك غير الدوزي وتعرفي الحنة ما كاين من الحسن من واعر الحنة الشعر البنات واعرة. كاين الحنة اللي تتغطي الشيب، وكاين الحنة ماشي هادي يا ربي، الحنة غير باش تقوي لك الشعر، هادي تتقوي الشعر، الحنة تتقوي الشعر، هادي تتقوي الشعر. المهم هادي الحنة مسوسة، والحنة سميتو باش تلبيتي تغطي الشيب وتتخلطيها مع بزاف الحوايج باش تغطي الشيب. وبيان سيغ مثلا نهضروا على الطهليه تاع الشعر وعلى شحال من حاجه، تنختار شامبوانات خاليه من مواد كيماويه، راه كاينين الفيديوهات عندي في البلاي ليست. وتنختار زيوت، تنضل فين بغيت نغسل شعري تندير واحد التخليطه وتنديرها على شعري، مره ندير زيوت مع وصفات طبيعيه يا هذيك باش نطلع شي شويه في الشعر. المهم انا تنشري، واستغفرت الله من قلت انا تنشري بزاف المنتوجات الطبيعيه شعري، لان عزيز عليا نطلع في شعري. فوالا مره تنستعمل الكيراتين قليل، تنستعمل الكيراتين مره ما عرفت في عام ولا ما عرفت عامين باش يطلق ليا الزغبه، لان الشعر بوكلي يا هذيك تيبدا الشعر تيوقف. تندير البوتوكس خفيف، بوتوكس كابيلا خفيف، ولا كيراتين سون فورمول يا هذيك. هادشي راه تلقاو حتى هو في الصندوق في البلاي ليست البنات. السدر البنات اللي بغاو يطولوا شعرهم، بغاو يتهلاو في راسهم، السدر هادشي راه ما تيطولش لك الشعر ولا تيطلع لك الشعر فواحد 15 يوم ولا شهير. راه خاصك تتبعي، خاصك ديري بزاف الحوايج وتصبري. راه ما يمكنش عطيك هادشي نتيجه اللي ما داومتيش، ضروري تداومي باش تعطي واحد النتيجه. والبنات اللي تيبغوا شعرهم يطوال، اللي بغيتي شعرك يطوال، كل سيمانه تغيري، كل سيمانه تبدلي. اللي كان شعرك ناشف بحالي انا، شعري انا راه ناشف، واخا تشوفوا فيه بحال هكذا ناشف، تديري بزاف الحوايج لشعرك. يعني تقدري ديري الروز، الماء تاع الروز، تتسلقي الروز وتتهزي الماء وتتخلطيه مع الحنه وشحال من حاجه. رانا ديجا درتها في واحد الفيديو باش عقبالي الترطيب، عقبالي الشعر، لان كما قلنا وكما تتعرفوا الحنه تتنشف الشعر. بيتي تغطي الشيب، بيتي تغطي الشيب، والشيب عندك بزاف، خلطي اللي عندك، هذاك الشيء اللي عندك، ودايما تضربي غير الشيبات اللي غاسين يا هذيك، وتتزيدي شي شويه تاع الانديغو ولا كاتام، مزيانين الشيب البنات. خلطي التخليطه اللي بغيتي، تتزيدي معلقه صغيره تاع الانديغو، دقه بطله بالنسبه للشيب البنات. المهم ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، لان عطى الله ما يتقال بالنسبه للشعر الطويل وهذاك الشيء. وتنحاول انني نغسل بشامبوانات طبيعيه الشعر، طبيعيه يعني تتخلطي الحنه نوتخ، الحنه مسوسه مع السدر ومع بزاف الحويجات ومع شي شويه تاع الخل تاع التفاح، وتتخلطيهم تتغسلي بهم شعرك. ماشي بالضروره يكون الشعر يكون شامبوان الموس تبان لك هذيك الرغوه، المهم هو الجدر تاع الشعر تيتنقى وتيبان لك بانه نقي. من تتبغي تستعملي هاد الشيء لشعرك تتخصكي تتصبري، راه قلنا النتيجه راه ما تتبانش سيغ بلاص، تتبان على واحد المده. حبابتي طلعوا لي في راسكم، كان فيديو خفيف ضاريف بالنسبه للبنات اللي تقولوا لي كيفاش تطلعي في شعرك. راني قلت لكم احبابتي ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، سر تاع الطلية تاع شعري هو الحناني والقلب الهاني ولي بودغ ايغوفيديك والاعشاب الهندية البنات، وبشوية بشوية تعطيكي واحد النتيجة يا هاديك. طلعوا لي فراسكم، والله يفرحكم والله يسهل لكم الامور. وما تنساوش من تنقول نهضروا على الطلية، راه تنهضروا تاني على الماكلة، تتشربي وتتاكلي حوايج زوينين وتتهلي في الشعر، راه ان انصومبل مجموعه الحوايج. تتكون لهنا، تتكون لهنا تاع الخاطر هانيه، ما تتكونش مستريسيه، ما يكونش عندك شي مرض عضوي، ما تكون عندك حتى شي حاجه، وهذا الشيء تيكمل، هذا الشيء تيجي تيكمل. يعني تتعالجي هذاك الشيء لداخل وتتعالجي الخارج. ما يمكنش تكوني انت مريضه في الداخل وعندك شي مشكل في صحتك وتعطيكي هادشي نتيجه، تنعالجوا الداخل باش يعطينا واحد الصوره زوينه في الخارج. والله يحفظكم والله يحفظنا والله يسهل لكم والله يعاونكم احباباتي.